بالطبع الفوائد ستعود على الحالمين لأنهم سيتم تسوية وضعهم القانوني. هؤلاء مجموعة من الأجانب الذين لم يختاروا القدوم إلى هنا بطريقة غير شرعية، لقد ولدوا هنا وترعرعوا هنا وصدرت لهم تصاريح عمل وهم يتوقعون وضع قانوني أفضل من السابق. المشكلة الأساسية مع داكا تتمثل في أن هذا التشريع تم بطريقة غير دستورية وبدون موافقة الكونغرس، تم التوصل إليها بدون إجراء مقابلات مع الناس أو القيام بإجراءات أمنية. بعض الناس الحالمين ما كان يجب أن يحصلوا على هذه الوضعية القانونية. في الواقع تم سحب الوضعية القانونية من بعض الحالمين. الجانب الآخر هو أن هناك فرص عمل توفرت للأمريكيين الذين كان يمكن أن يعملوا في الوظائف التي شغلها الحالمون. هذه المشكلة يمكن التطرق إليها من خلال مشروع قانون توافقي مثل الذي يجري عرضه في مجلس النواب، ولكن المهم بالنسبة لداعمي داكا الاعتراف أو الإدراك بأن التأثيرات السلبية لداكا يجب أن يتم تعادلها من خلال حل مشكلة الهجرة غير القانونية حتى لا نواجه مثل هذه المشكلة بعد 10 سنوات من الآن.